تكفى يا ولد. الله يخليها لك. يا اصحابي كذا المكتوب من اللي فيها لا منه يصحي وحشتيني ولا علي في الدروب دروب سوى دربك ودربك مالين عيني تمر رجوب وتحاول كثير قلوب ولا حبك لمثلك الحين استانس. انا اتمنى اسمع صوت امي. انا لمثلك استانس. امين. احسب شيء تطمنت انها بخير. الله يكعد الشكر. والله الحمد لله رب العالمين. الله يكعد الشكر انها كل يوم لا توصينا عليكم. الله يطول عمرك. قبل ما اجي البرنامج تقول الله في العلب العلب الذرب اخوياك لك الشكر. وش اللي شفته منكم؟ والله العظيم ما شفت منكم الا الاخوه اللي انا عهدتها ودريت عنها. الله يرحم لك. وراك عند الشكر اخونا يا ام السلام. كل ابونا اخواننا ولا احد يلوم. وبشرت يا دمعه الوالدين والله خليهم خساره. بس اسمعني انت سمعت صوت امك تطمنت عليها. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن وفرحان فيك وتكلمك ومبسوطه. ترى الكلام ده ترى لا شافتك كذا انت يمكن تزعل. هذا انبسط يا رجال. من يسمع صوت امه وما ينبسط؟ ان شاء الله تسمعي الحين. الله يمسيك بالخير ويجعل ربي يطول لي عمرك. والله لك الحمد الشكر. الدمعه هذه نزلت فرحه ما راح تسمع صوتك. بس صح وما قال. وان شاء الله راجعك قريب ان شاء الله. يعني ما خل منك وعلي تكفى. يعني ما علمك علي علي ولد يا علي. علي يا علي علي تكفى علي 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 وخلا منك علي 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 تكفى اخوي. انا موجود فيه من اصغر يا علي. تكفى يا علي. انت قدوه جعلني ما خلا منك. جعلني ان شاء الله ما تنزع على حزن يا رب يا كريم. انت قدوه. اي والله انت قدوه. اي والله ثاني تعال اجلس. والله العظيم الذي لا اله الا هو عندما عاتق لنا كل ابوها انزلت من محبه فيت ومحبه ولدت اللي معهم. الله ماك حمد الشكر. وكل ابونا محبين البعض ومع بعضنا. الله ماك حمد الشكر. هاي الطاقه تمسح. والله يعني ما اخلى منك. الله ماك حمد الشكر. العلم الذر والعلم الزانه والوفيه ودمعه علي ولا دمعه عمر ولا دمعه احمد ولا الشامخ ولا اخوي سعد وسلمان وزايد والعيال كلهم لقوا معنا كلهم. انا ما ادري من جاء قبل شوي ما كان موجود. والله كان امنا مكلم سلمان. يا حياتي في حي سلمان. انت قريب امك حيه امك شوف تديرك وابشر تيمه. ما حبوت الا من محبه ولدي. صح ولا يا علي؟ هذا صحيح. ما لك عندي الشكر. وهذا الشيء يفرحني انا والله العظيم. منهم كل ما شافوني ضايق قالوا عسى بس ما في البيت شيء، عسى الوالده ما فيها شيء، كلهم يا رب لمن ضقت معهم يا رب. الحمد لله رب العالمين والشكر لله. وابشرت عند علي 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 والربع مزين لك باسه من هبت في هذا الحين علي علي والله عمره طويل. اي والله ايش حدث؟ يا عمره طويل. الله يرحم والديكم يا رب. قصتين على الطبخ والطبخ ما بعرف اطبخ يا يمه. ازهل عندك قهوه تبشرين هدوم علي اكلهم ما يقصرون. لك الحمد الشكر. ويقصب تحت مع مشاري عمر واني ضد علي. الله يخلي جمع علي يوم السبت. لا صادق والله. يا جعل والله العظيم والله العظيم هم والله العظيم
يا دموعكم ذي انها اقل من كنوز الدنيا عندي. والله والله صادق والله ابو مالك حركت كل مشاعرنا. يا فيصل فيصل شفت هالمشاعر ذي والله العظيم ان ام مسفر انها ام لنا كلنا وانها يوم تحاكي مسفر تتكلم مع مسفر انها كانت تكلمنا وانها امنا تكلمنا سمعت لان مسفر اخونا اخونا ابو مالك الله يرضى قدرك واللي تاثر هذا من طيب راسه ومن احساسه الطيب الله والله ما يحتسب لكن الحمد لله لكن الحمد لله اليوم عيدين اليوم نشوف عيدين عيد عيد اجتماعنا هذا والمشاعر دي اللي جت على قلب واحد وعيد طال عمرك ان سمع ان مسفر سمع صوت امه وهذا الحاله نعمه شيء كبير. تدري اللي فرحني وشو اني اثبت الشيء هذا لها هي تشوف الشاشه ما يحتاج لان يمكن انها تشوف تحسب احنا ما قالوا في الشاشه بعض شيء بعض الضحك وراسه ما تدري عن ترابطنا مع بعض وانتم اثبتوا ذا الشيء من طيب روسكم. لا كلنا على قلب واحد انا تحت الحين ارتحت الحين اني وصلتها انها وصلتها الرساله ان والله قلوبنا على بعض الحمد لله عم قالوا ورحت من بيت اخواني عم قالوا ما قال شر وبرجع ما قال شر ان شاء الله اخواني لا يا يمه انا عندي هذا اخوان اربع اخوان اخوي ناصر اخوي بدر واخوي سعد عزيز واخوي سعد الله يخليهم لك والله يا يمه نكمل الأربعة ذولا أنهم إخواني الله كل أبوهم الله يرحمهم كانوا كل أبوهم من ظهر ما نعبر معه والله نبغى صدق والله نمتشرفهم جميعا والله العظيم الحين كسبناك أخ كبير جعرب يطول عمرك جعرب يطول جعرب يطول عمرك لو نعلم وش يصير تحت البث من راسك بس إحنا على ما علومنا بيننا جعرب يطول عمرك جعرب يطول عمرك والله ما في الشهادة لله ما في أحد من إخويانا يتعب ولا يضيق صدره ولا يتغير شيء الا اولنا مسفر يعني ما يشيل همه يجي ويجي لحد عنده كلام ليه يا ابو سياسه عاد يمكم شلون هذه في كل ضيقه وكل شيء طالعه ونازله والله صادق والله وحنا والله كذلك والله يا ابو مانع انه ما نرضى عليك الا بالعلم الطيب ولا شفناكم تضايق ان كل ابونا انت ضايق من ضيق يا رب جعلكم ان شاء الله ما قال لكن ان شاء الله ما يجي عن الضيق الله يبعدها الله ان شاء الله يا رب يا كريم الله يبعد والمشاعر ذي تراها مشاعر فرح يا عيال ما هي بحزن تراها فرح صح ولا لا يا علي بالله صدق ما ادري في شبابنا اخويانا مشاعر اللي فوق البث تقول هذا يا ولد ميت احساس شوف سبحان الله مجرد اتصال نص دقيقه غدا وين كان حش عرب اللي ورا الخيمه واللي في الغربه واللي في المشك واللي هذا الكل انا اشهد والله العظيم يا الربع لا تدرون دي افكر في حاجه واحده اللي والده عايشين جرب يطول عمره واللي والدينه انا قد راح منهم احد وتوفى منهم احد جرب يا رب يمسكه الجنه الله يرحم شايبي وما قال لكم متوفي ان شاء الله ويطول عمرهم ان شاء الله وامهاتكم والديكم اللي عايشين جاي. والله اني افكر في حاجه واحده اني اقول كيف ابى امشي عاد يا رب على كل ابوهم ابى اسلم على والدينهم اللي منهم عايش واللي توفى الله يسكن الجنه والله نبغى صادق والله من غلاكم ومحبتكم وتقديركم وكل شيء ايش عاد اقول لكم اللهم نهدى يا علي بيجي ترى يبي خلي ابني اسوق بوترهم اعرف سوق تماتيك وبغى يورطني ذاك اليوم خلهم يتعسوا انت ما تعرف سوق تماتيك ما اعرف سوق تماتيك حتى جيت اطفي عشان اطفي نشبس ذاك اليوم ما اعرف ها علي قلت له عيدها جيت مع علي علي يا علي ترى رجوعي معك علي تعال علي والله تجي علي والله تجي والله تجي والله علي لبيك ترى رجعت معك ان شاء الله لبيك رجعت معك بعد البرنامج مو تقر عادي اي خلاص رمزي مرحبا والله مو تماتيك يا ابوي فاضيك انا اضحك على علي كلام اقول تشتحن من هو جعل والله قدمت على ما قال والله ما ادري والله العظيم جعل ان شاء الله ما تنزع الله العظيم في حزن ان شاء الله ولا تقول حظي يجي اخوينا سلمان يا عبد الله والله العظيم انك غالي 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 اللي صادق مغرب صوم الربع كله والله جعلني ما خلى منك لكن المشاعر هذه يعبر بها كل انسان منا يعني ما عاد فاقد هله فاقد اخوانه فاقد والله عوضنا باخوانه مثل يا رب والله يا والله وترى انا بشتري من قصيده على امي ابشر اشتريها شراء الله العظيم الله يبارك يعني ما خلى منك والله العظيم والله العظيم اننا نفرح شفت دموع فرح صح دموع وناسه صح يعني اللهم لك الحمد الله يطول اعمارهم ويرحم الميت منهم واقسم بالله الاتصال ذا يعني اتكلم عن نفسي ان اقسم بالله يا ام مسفر اني اعدهم جعل ربي يطول عمرك ام الخابر ام الجميع ام الجميع الحمد لله سمعنا صوتها وتطمنا وطمنت علينا وحنا بخير اللهم لك الحمد تفضح الناس احنا قلوبنا واحده وكلنا مع بعض ف
في الزانه في الشانه قبل الزانه وحنا مع بعض ما يحتاج. شفت يوم جاء الاتصال والصوت كل العالم فكل الخيل انا هم قام كل على الكاميرا وعلى السبيكر وعلى هذا تدري يا ولد ان يعني معدوم روس ان شاء الله يقلبون على بعض وهي امنا عبد الرحمن غالي راسه يبطي حي عندك كلمه المسلم.